بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بيت المصريين. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، أعاده الله علينا وعليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. استكمالا لحلقاتنا عن السمنة وعن أضرار السمنة على الجسم وطرق الوقاية والعلاج، يسعدني ويشرفني أن تكون في ضيافتي اليوم الدكتورة سماح محمد أبو ريا، دكتوراه في التغذية العلاجية جامعة المنوفية. أهلا وسهلا بحضرتك أهلا يا فندم. بحضرتك يا فندم، اتشرفت بيك. أهلا بيك. حضرتك في البداية عرفي لنا ما هي السمنة؟ السمنة بشكل عام عشان نبقى واضحين، احنا أغلب الناس اللي حوالينا للأسف بقوا مصابين بالسمنة، وده بيبقى نتاج طبيعي لأن أغلب العادات بتاعتنا بقت مش عادات صحية زي قبل كده. بس حاليا احنا عندنا ايه هي، عشان اعرف ازاي اساسا نحد مريض سمنة. احنا بنلاحظ تراكم انسجة دهنية بتبقى موجودة في جسم الحالة في اماكن معينة او بتبقى متوزعة على الجسم على الجسم بالكامل. كله. تمام ايوه تمام طب ايه الاضرار، العادات السلبية الخاطئة اللي بنتبعها مثلا عشان يتكون السمنة في الجسم؟ احنا اساسا يعني المفروض ان احنا هي معادلة حضرتك بسيطة جدا. تمام احنا المفروض لو اكلنا قد ما اتحركنا احنا كده ولا يبقى عندنا سمنة ولا يبقى عندنا نحافة. وبطريقة صحية، يكون ايوه الأكل طبعا بطريقة صحية ايوه طبعا. وفي مواعيد. انا اقصد اللي هو انا كحسابات سعرات او كالوري، يعني انا اكلت قد ما بتحرك خلاص يبقى انا كده دنيتي كويسة. انما انا لو اوريدي اكلت كميات اكل كبيرة وحركتي قلت كتير، يعني ما بقدرش ان انا لا اقوم امارس رياضة قاعدة ولا مكان. قاعدين وكسل، واغلب الناس يعني بقت كده للاسف. حاليا بقى عندنا رفاهية شوية، زمان كان عندنا حتى الأعمال المنزلية كانت بتاخد مننا جزء من الطاقة الوقت والحركة. حاليا لا، التطور التكنولوجي خلانا ما بنتحركش. والمواصلات دلوقتي، كنا بنمشي مسافات والعربيات أيوة، الأول. وبدل المشي وكده احنا بالشكل ده بيتراكم عندنا دهون. بلس كمان احنا عندنا الأكل الغير صحي، تمام. يعني حضرتك مثلا احنا الفاست فود دلوقتي بقى كتير قوي قوي وكل بيستسهله للأسف، فبقينا ناكل كمية دهون وكمية كارب عالية قوي. يعني العيش بقى والمقليات والحاجات دي اوفر قوي على احتياجاتنا. بالظبط فاهميني حضرتك؟ تمام. طيب حضرتك كيف يمكن تحديد السمنة في الجسم؟ أحددها إزاي؟ تمام. انا عشان اوريدي احدد حالة هي الحالة دي عندها سمنة او لا، احنا لينا معادلة كده حاجة اسمها مؤشر كتلة الجسم او البي ام اي. دي بنعملها يعني بقسم الوزن على مربع الطول، تمام بيطلع عندي رقم. الرقم ده انا لو الحالة اعلى من 30 هو كده اوريدي بقى مريض سمنة. طيب لو اقل بيبقى ممكن زيادة وزن، او اقل اكتر بتبقى نحيفة. تمام وهي بتكون دهون حضرتك بس ولا في حسابات أخرى؟ يعني بنطلع كمية مثلا الدهون دهون ولا وعضلات ومية، ده بنقدر نعرفه بطريقة تانية اللي هو في بجهاز أجهزة تحليل معينة. الدهون. حاجة تمام زي الامبادي، تمام ده جهاز احنا بنوقف عليه الحالة، بنبقى مدخلين الداتا بتاعة الحالة سواء كان الطول والوزن والعمر والنشاط، والجهاز بيبتدي يحلل لنا هل الجسم ده في نسبة دهون قد كذا، عضلات، مية. أحيانا بيبقى مثلا حالتين اتنين نفس الوزن بس حالة فيهم تعتبر أوبيز أو فيها سمنة وحالة لأ، برغم إن الاتنين نفس الوزن. تمام دي بتعتمد حضرتك نسبة الدهون قد إيه في كل جسم. ممكن هنا بالنسبة للحالة اللي فيها سمنة بيكون نسبة الدهون عالية، الحالة التانية بتبقى نسبة العضلات عالية. تمام فهي انا لما تبقى العضلات عالية طبعا انا كده ما يبقاش اصلا عندي سمنة. عندي سمنة، يعني هي الدهون بس اللي فبتبقى بتحدد ان ده الدهون. مريض سمنة. ايوه تمام. ايوه
طيب ما هي أسباب السمنة حضرتك اللي بتؤدي إلى السمنة؟ زي ما ذكرت حضرتك بعض الأسباب اللي هي القعدة في البيت بدون حركة، الأسباب تمام. الأخرى؟ أسباب الأخرى في بعض الأسباب الجينية، بس دي يعني إحنا مش عايزين نعتمد عليها بشكل كلي، لأن أغلب الناس بتبقى مش وارثة جينات بس. يعني تمام. أنا مش مثلا مش عندي حالة وارثة جينات من أهلها نتاج إن الأب والأم عندهم سمنة، يبقى الطفل أكيد هيبقى عنده سمنة. بس إحنا كمان بنورث العادات الخاطئة بتاعت اهالينا، يعني حتى لو الغير انا صحية اوريدي او الغير صحيه، سواء كانت في اكل، في كميات دهون موجوده في الاكل، كميه نشويات، جمع النشويات، يعني الناس اللي بتجمع عيش مع رز او مكرونه، بقى، طبعا واحنا دي الشعب كارثه، المصري دي الاكل بقى كارثه. محبب لينا الاكلات دي اللي للاسف مليانه حضرتك، رز مكرونه وعيش للأسف دهون. احنا عشان نعتبر من الدول، يعني احنا يعني ايه عندنا البروتين، محببين للاكل. البروتين شوية غالي، فأغلبنا بيشبع بالنشويات. بس في بدائل حضرتك للبروتين برضو، اللي عاوز يحافظ على صحته او مثلا المفروض يعني المفروض ان هو بيلتزم. لو مفيش المفروض التزام. احنا بنحسب لينا مثلا نص الوجبة بالظبط تبقى كارب، يعني نص سعراتي تبقى اخدها نشويات، تمام. ويستحب نشويات معقده، يعني الهول جرين او الحبه الكامله، يعني اكل العيش الاسمر اللي هو عادي اللي هو موجود متاح من الحكومه ده، تمام. ما اكلش العيش الابيض فينو، ممنوع تماما، يعني هو مش صحي خالص، لان هو دقيق ابيض خالص، فهو بيعمل لنا مشكله ان هو بيرفع انسولين جدا، فيعني حتى لو احنا اخدناه بيزود دهون، تراكم الدهون، تمام. وفي نفس الوقت مش بيشبع، يعني بيديني احساس جوع على طول. طب احيانا بيوصفوا لنا اللي هو العيش السن في الاكل ويقول لك ده عشان انقاص الوزن، تمام. ولكن له اضرار تانية يعني، او نقول مع مثلا كتر استخدامه او ان احنا بنستخدمه على طول في الاكل مثلا يبقى في ليه اضرار، ولا الاكلات كميات معينة هو ناكلها منه؟ حضرتك العيش السن مشكلته ان هو اساسا اغلب الاماكن اللي بتعمل عيش السن اللي كلنا عارفينه للاسف بيضيفوا بعض الدهون، لازم بيضيف نسبة دهون عشان العيش يبقى فاصل، يعني يبقى رقيق كده. فهو هنقول له مضر وله فوائد. مضره ان هو هاي فايبر، يعني اليافه عاليه قوي، تمام. فالالياف دي بتزود لي حركه الامعاء وبتدي احساس بشبع، بس مشكلتها ان هي وهي خارجه من الجسم للاسف بتخرج بمعادن زي تمام. الكالسيوم زي الحديد، فلو اوريدي عندي حاله هي انيميك، يعني عندي حاله هي عندها انيميا او مصابه بالانيميا، بيزود مشكله الانيميا. ومع اللونج تيرم، يعني انا لما استعمله لمده سنين، ابتدي ايوه، ممكن يجي حاجه اسمها اوستيبروسيس اللي هي هشاشه هشاشة عظام. زي ما سمعنا. ايوه، تمام، بس يعني ده مظبوط حضرتك مع مع الاستمراريه الوقت. لفترات طويله. تمام، فبنقول يستحب العيش البلدي العادي. العادي خالص. تمام. بس تمام، مثلا لما ناخده ما ناخدش معاه كميات من الرز او النشويات العالية والدهون، يعني حضرتك صح انا كده؟ احدد وجباتي، هاكل عيش ما اكلش رز، ايوه، ناخد هاكل وجبة بقى رز صحية ما من اكلش عيش. لا، حضرتك. وجبة يعني صحية، ايه مكونات الوجبة الصحية بقى؟ الوجبة الصحية المفروض انا باخد كمية من الكارب سي، مثلا لو هنفطر تمام. ما زودش عن نص رغيف بلدي. تمام، اخد معايا بيضة او 2 مسلوقين، تمام، تمام. مع خضروات، وممكن اخد قطعة جبنة صغيرة كده، انا اخدت كل احتياجاتي كويسة جدا جدا. ممكن للحالات الناس العادية والله بيقولوا مش بيشبع في كنترول شوية. نشبع ازاي كده بيقولوا يعني؟ تمام، ممكن ناخد فول. متعودين، الشعب المصري طيب متعودين على الأكل. نقفلها بالفول مش مشكلة. الفول اهي، قالت الفول تمام، الدكتورة، بس خلاص. الفول ناخد 4 5 معالق فول ايوه. مع بيضة، لان الفول فيه بروتين معين، تمام. البروتين ده عشان يتم هضمه هضم كامل في الجسم لازم معاه بروتين حيواني.
ممكن نقول حضرتك الكميات المتاحه دي النص بعدين، يعني ممكن نبدا مثلا ناخد رغيف بالتدريج وبعد كده رغيف الا ربع. ما هو خلاص يا جماعه زودنا شويه في البدايه بس. هو المفروض احنا عشان تشجيع بنشوف العادات بتاعه كل حاله، يعني انا المفروض اما بشتغل مع حاله انا ما بشتغلش معاها سعرات في البدايه، لا انا باخد الهيستوري بتاع الحاله بالكامل واشوف عاداتها. بناكل رغيف 2 3 تمام، ده حسب الكميه اللي بتستخدمها مثلا او بتاكلها بظبط انا معاها، ببتدي اقلل شويه أيوة بشويه لحد ما نوصل للنص رغيف. مش عايزه حضرتك اقول لحضرتك يعني ان هو اساسا ربع رغيف مش نص كمان. ده في الاواخر بقى لا ده في الاخر بيكون اوريدي احنا حجم المعده قل خالص. بتبدا تاخد مع الوقت زي ما ذكرت قبل كده دكتوره في حلقات البرنامج، ان بعد 21 يوم بنبدا تبقى نظام صحي عندنا. ايوه خلاص هو بقى نظام حياه فعليا اول 3 أسابيع اصعب وقت في الدايت، في الدايت في البدايه، فعشان كده لازم نتحمل شويه ولازم الدكتور يكون مدي للحاله يعني فكره ان حاله الجوع او التوتر او القلق اللي احنا فيها مساله وقت. تمام. بعد كده الجسم بيعيد يعني بيسيستم نفسه تاني على نظام النسب. حياة. ايوه على النسب اللي داخله. تمام. طيب ما هي الامراض المرتبطه بالسمنه؟ والله هو حضرتك العديد والعديد من الامراض للأسف المرتبطه بالسمنه. هو حاليا السمنه هو اعتبروها مرض، مرض وصنفت مرض فعلا. تمام. حاليا احنا اقل حاجه او اول شيء بيصاب به الانسان المصاب بالسمنه هو مرض السكري. تمام. وده بيكون بسبب ارتفاع نسبه الجلوكوز في الدم اللي هو الانسولين ما بيقدرش يشتغل معاها، لان احنا اساسا لما بيكون عندنا نسبه دهون عاليه بنصاب بنسبه كبيره بحاجه اسمها انسولين ريزيستنس او مقاومه انسولين، ان خلايا جسمنا بالكامل بتقاوم الانسولين اللي بياخد الجلوكوز يدخله داخل الخلايا علشان نستفيد منه كطاقه. فلما بيحصل كده يعني مع الوقت خلاص انا الانسولين ما بقاش يكفي، فبقى عندي سكري عالي او سكري تايب 2 اللي هو النوع الثاني من السكر. للاسف. طيب ما علاقه السمنه بمرض القلب؟ بتعمل ايه بقى موضوع السمنه والقلب؟ هو حضرتك احنا اوريدي احنا السمنه ما بتبقاش موجوده في مناطق متراكمه بس، للاسف السمنه بتبقى موجوده في الدم كمان، يعني الدهون بتبقى عاليه قوي قوي في الدم. تمام. فبتعمل اغلب امراض السمنه اللي بتسببها مع القلب الامراض الشريان التاجي او قصور في الشريان التاجي للاسف، لان بيحصل مشكله كبيره جدا بسبب ارتفاع نسب الدهون. بيؤدي كتير برضو دلوقتي حالات يقولوا ده مريض عنده دهون في الكبد، عنده دهون في القلب، فدي مشكلة. يعني أصبح مرض دلوقتي يعني كثرة الحالات دي بالظبط كده. تمام. طيب وعلاقة السمنة بمرض الكبد أيضا؟ الكبد عضو زي أي عضو موجود في جسمنا بيتأثر، بيتراكم حواليه الدهون، بس الفرق في الكبد إن بيحصل إن الخلايا الدهنية بتاخد شكل مختلف مع الكبد، انه بتنقلب الحاله لحاله كبد دهني. كبد دهني يعني الكبد اساسا بيبقى مش بيشتغل بنفس الكفاءه. تمام. يعني احنا بيبقى بدل الخلايا الكبديه بتبقى موجوده خلايا دهنيه. وحضرتك ده بيبان جدا جدا، يقدر يكتشفه دكتور البطنه بالسونار العادي، ان هو بيلاقي الكبد بيلمع قوي، واللمعين اللي موجود على الكبد ده انديكيت لان انا اوريدي في كبد دهني. عشان انا اظبط الكبد الدهني موضوع سهل جدا جدا، يعني الكبد الدهني اغلبنا جدا بيخاف من ان انا عندي كبد دهني. لا انا لو ظبطت اكلي وعملت دايت متوازن انا الكبد نفسه انا بعمل له دايت، يعني العلاج الصحي نقول بس في الاول وفي الاخر العلاج يعني الصحي دايت كل. متوازن. تمام. فبيحصل ان الخلايا الكبديه اللي فيها دهون لا بتظبط وبترجع تشتغل وبكفاءه عاليه جدا. طيب انا لو سبت كبد دهني عندي لفتره طويله للاسف توابه ومش كويسه،
لان احنا عندنا لما يكون مريض هيباتيك مثلا او الفاتي ليفر بشكل عام اللي هو نتاج السمنه، لان في فاتي ليفر نتاج كحوليات وده مش منتشر عندنا في مصر. الفاتي ليفر نتاج السمنه او عادات غذائيه مش صحيه، لو انا سبتها لفترات طويله بتقلب بقى لا قدر الله بالتهاب كبدي، بعد كده بتقلب لتليف كبدي. فيعني مش عايزين ابدا نتهاون في قصه الكبد الدهني، لا ما نتهاونش فيها اصلا. يعني انا حسيت ان عندي كبد دهني، لا فورا لازم اظبط نظام حياتي. صحتي اهم من الاكل، ابدا اهتم للاسف، لان اغلب الناس عندها الاكل اهم من اي شيء في الدنيا. لا ربنا امرنا مشكلة. بعدم الاسراف بالظبط في الوجبات. طيب حضرتك النهارده بقى مرض السمنه مرض الاكتئاب، فايه علاقه السمنه؟ يعني معظم الناس اللي عندهم سمنه اصلا جاي لهم اكتئاب، بيجي لهم اكتئاب تمام طبيعي، فايه علاقه السمنه بمرض الاكتئاب النهارده؟ هو حضرتك اي حد عنده سمنه هيقف قدام المرايه طبيعي هيبقى يجي له مش راضي حاله. عن نفسه. تمام تمام. زائد حالات كتيره بقى من التنمر على ايوه الناس اللي عندهم سمنه، سمنه سواء كانوا بنات للاسف بيتاخر ميعاد زواجهم معظمهم لان هي تخينه، فينقال لا انا ما اتجوزتش واحده تخينه. تمام تمام. فهي تمام بتصاب بالسمنه، سوري بتصاب بالاكتئاب. بالاكتئاب. هندخل بقى في اكتئاب وبعض او فرص انا العمل برضو هتضايق. حضرتك ايوه بتكون طبعا ما فيش، يعملوا اختبارات ما بتتاجل بياخدوهوش لانهم ليهم مقاييس معينة برضو. للاسف. فانا اوريدي انا حاليا مريض سمنه ومتوتره او زعلانه او مكتئبه، معناها ان انا اكتئاب، يعني فباكل. كورتيزول عالي، تمام ده هرمون. تمام هرمون الكورتيزول عالي عندي لان انا متوتره ومكتئبه. طب ما انا تمام اوريدي لما عالي الكورتيزول انا اقل فعل الانسولين بالظبط اللي هو بيحرق، بيحرق فزادت قلل نوبات تكوين الإصابة الدهون في بالدهون. الجسم بزياده. فحضرتك هي سايكل ما بنقدرش نخرج منها، تمام. الاكتئاب بيؤدي للسمنه والسمنه والسمنة بتؤدي بتؤدي إلى للاكتئاب. الاكتئاب، بنقعد ناكل بقى واحنا للاسف مكتئبين. في بعض ادويه الاكتئاب او معظمها للاسف بتزود بتزود الوزن. الوزن، يعني ممكن مريض اكتئاب عادي ما عندوش سمنه خالص، وللاسف دي حالات موجوده فعليا وبيبقى بياخد العلاج تخسيسها صعب ايزي جدا. طبعا لانه اساسا واخد علاج ايوه للمرض الاكتئاب. الأدوية المهدئة أو مضادات الاكتئاب بشكل عام تمام بتزود عندي تكوين الدهون وبتزود فتح الشهية بشكل كبير للأسف. تمام طيب كيف يتم علاج السمنة وإنقاص الوزن حضرتك؟ ده وهل موضوع هناك كبير في قوي. نظام ثابت الناس كلها تمشي عليه؟ لا طبعا لا يعني طبعا أقدر أعمل نظام ثابت لكل حالات السمنة؟ لا طبعا. هو تمام المفروض ان انا عندي كل حد له نظام، يعني بنختلف في النظام حسب الغذائي تبعا للسن، تبعا للوزن نفسه، تمام تبعا للنشاط، تمام للحركة. يعني حضرتك ممكن اتنين نفس الوزن برضو ويبقى ده بيتحرك ده ما بيتحركش، تمام ده حد صغير في السن لان احنا عندنا الحرق بيزيد جدا في سن الطفولة، بنبتدي نبقى في مراحل مثلا عشرينات تلاتينات الدنيا مقبولة، بعد الأربعين بنبقى حرقنا ضعيف جدا. تمام بعد بقى السن اليأس بالنسبة للستات أو انقطاع الدورة الشهرية بيبقى الحرق أضعف. بالنسبة للرجال لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل تكوين ذكر أجسامنا مختلفة ست طبعا عن راجل، طبعا بالنسبة للرجل عنده التكوين العضلي أعلى من تكوين الست. الست عندها العضلات أقل ودهون أعلى، تمام الراجل عضلات أكتر، ده لأن هو بيقوم بأعمال شاقة. الست لا ما فيش عضلات قليلة جدا، الراجل تمام تكوين الدهون أقل، الست لا التكوين الدهون أعلى. فاحنا كده بالشكل ده انا عندي الراجل حرقه اعلى كتير من الست، فاهماني كده حضرتك؟ طيب علاج السمنه بقى حضرتك العلاج ارجو لنا نفسه عامه. حضرتك اول حاجه ان انا اتبع نظام حياه صحي، تمام بمعنى ابعد عن المقليات، حلويات مش هنقول يا جماعه يعني
نشيلها خالص من حياتنا عشان نبقى ناس على أرض الواقع يعني، لأن أغلب الناس صعب جدا عندهم حوار السويتس أو الحلويات بشكل عام. تمام. فالمفروض إن أنا باخد كميات قليلة، أو أعمل يوم واحد أخد فيه وجبة فيها حلويات، تمام. أو هاخد وجبة مقلية، وأمشي أسبوعي على الأقل مظبطين في كميات النشويات، مظبطين في البروتين. دي حاجة. حاجة تانية ان انا المفروض اعادل طاقتي، بمعنى ان انا اكل اتحرك. تمام. حاجة رابعة مثلا ان احنا المفروض انا ما اكلش بالليل وانام. باكل وانام على طول. لا، انا غلط. عايزة الوجبة اللي قبل النوم تكون وجبة خفيفة خفيفة اصلا، وبساعات معينة برضو يعني مش على على طول. الاقل 3 ساعات يا فندم، تمام. 3 ساعات وانام، وتكون وجبة خفيفة ما فيهاش اكل كتير. في بعض الناس بحكم حياتهم او اسلوب عيلتهم يعني عبارة عن ايه الوجبة؟ الزبادي، تفاحة. قولي تمام للمشاهدين بيسألوا الوجبة بقى. تمام. الوجبة يستحب انها تكون مثلا كوباية او 2 زبادي على حسب الوزن، معاها ثمرة فاكهة، معاها خضار. طيب ممكن احط ايه على الزبادي عشان اظبط شهية؟ لان طبعا كوباية زبادي مش هتشبع في البداية. ممكن يا اما احنا بنحط عليها حاجة اسمها بذر كتان مطحون، تمام. كويس جدا، احط معلقة على الزبادي واشرب معاها 2 كوباية مية، بتدي احساس شبع رهيب، حلو جدا. في نهاية حلقتنا بنشكر حضرتك جدا جدا، حبيبتي تسلم. انتهى وقت الحلقة للأسف، وكان معنا لسه أسئلة كتير وكنا هنفتح تليفونات، بس إن شاء الله حضرتك تشرفينا في ان حلقات شاء أخرى الله من حبيبتي، برنامج ان بيت شاء الله اتشرفت المصريين، بيكي يا فندم. وأي حد عنده أسئلة نبقى نفتح خطوط إن شاء الله الحلقات الجاية. سعدنا بحضرتك ربنا يخليكي. ونورتينا النهاردة. تحياتي أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء في حلقة أخرى من حلقات بيت المصريين. كانت معكم صفاء بدوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.